بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا لمرور البلد الشحة المائية للموسم الرابع، تقوم مديرية الموارد المائية في محافظة كربلاء المقدسة إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية الهيئة العامة للتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة بعدة إجراءات لإيصال المياه إلى مستحقها حسب الأولويات التي أعلنت من وزارة الموارد المائية، ألا هي الإسالات وتغطية البساتين. ومن هذه الإجراءات التي تقوم بها مديريتنا نظام مراشنة عادل لجميع الفروع لنهر لجدول الحسينية وكذلك لجميع الفروع لجدول بني حسن، وأيضا من الإجراءات الأخرى إزالة التجاوزات المتمثلة بالمضخات وكذلك بحيرات المنشأة تجاوزا، وتوجد مساحات زراعية خارج مزروعة شلبن جميعها أزيلت. وهناك جانب آخر تقوم به المديرية التنظيف المستمر للجداول ورفع الترسبات وتنظيفها من الأدغال والشمبلان، وبالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل لجان المتابعة لنهر الفرات ضمن حدود محافظة كربلاء في قضاء الهندية. تقوم شعبة الموارد المائية في الهندية المتابعة ليلا ونهارا على اللجان المركزية في الهيئة العامة للتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة المتابعة لتحجير المنافذ لغرض إيصال المياه إلى المحافظات الجنوبية. وجانب آخر أنه الإشراف والمتابعة على أعمال جميع تشكيلات الوزارة من ضمنها مدير صيانة مشاريع الري والبزل، الإشراف على أعمال التطهيرات وتنظيف الشمبلان والأعمال الأخرى التي تقوم بها دائرة كر الأنهر في نهر الفرات لغرض إيصال المياه إلى مجمعات الإسالة ورفع الجزرات.